الحياة أثرت تأثرا شديدا، فحياتنا مع هذا الحصار الخانق كل يوم يمر يزداد الأمر حرجا وعسرا، كلما مر يوم ازدادت الحياة بؤسا والمعيشة ازدادت ضنكا. لا يجد المواطن ما يسد جوعته ولا جوعة أبنائه، اختفت كثير من مستلزمات الطفل والأم، والمخابز الآن كثير منها قد أغلق بسبب نقص الوقود كما هو معروف، ولأن سيارة النقل المحملة أيضا بالدقيق منعت، السيارة المحملة بالغاز الطائي منعت، أضف إلى الوقود البنزين وغيرها، كل هذه الأشياء منعت عن هذه المدينة. فإذا سمعت عن فك الحصار فهو شيء يسير جدا ولا يكاد يذكر، وإنما هو عبور بعض السيارات بعد أن تدفع، نعم تدفع الضريبة الباهظة على هذه البضاعة التي ستمر لهذه البوابات، مما تصل إلى البضائع أشد يعني غلاء وأفحش في الزمن، لأن صاحبها عندما يدفع على البيض هذه الضريبة أو هذه الإطاوة يدفعها للبوابة سيزيد في السعر، وكذلك في الخضروات وغيرها من هذه الأشياء الضرورات التي لا غنى لنا عنها. فالأسعار الآن صارت باهظة جدا، والمواطن يجد عسرا في هذه الحياة ويجد صعوبة في الحصول على هذه الأشياء التي تنقصه. الأمر أصبح جحيما لا يطاق، تدهور في الجانب الإنساني وضياع للحقوق. نحن أمام أزمة إنسانية، أمام كارثة حقيقية في مدينة يعني تصنف بالمعايير الدولية أنها منكوبة بحاجة إلى الإسعافات، ويعني نأمل أن صوتنا يبلغ المسؤولين، يبلغ المنظمات الإنسانية، يبلغ المؤسسات الحقوقية لكي تساندنا في محنتنا وتقف معنا في هذه الشدة التي نعاني منها أشد المعاناة.